إيقاع الفرق الكشفية كان إذانا بوصول البطريرك بير باتيستا بتسابيلا إلى كنيسة المهد قادما من القدس، إذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد. لكن الاحتفال هذا العام جاء مختلفا. غابت الأعداد الكبيرة من المحتفلين بالعيد، وغاب الزوار الذين كانوا يأتون إلى المدينة من خارج فلسطين بسبب جائحة كورونا. هذا العام مختلف كليا عن الأعوام الماضية، لأنه جائحة كورونا خربت كثير وزرعت الخوف في قلوب الناس. اقتصرت الاحتفالات هذا العام على أهالي فلسطين وأهالي بيت لحم بشكل خاص، فالحكومة الفلسطينية منعت التنقل بين المحافظات بسبب الارتفاع الحاد للإصابات بكورونا. ورغم ذلك فإن عائلات قليلة استطاعت الوصول إلى ساحة المهد بحثا عن بهجة العيد. مشاركة الناس شوي قليلة يعني نوعا ما، السبب معروف اللي هو كورونا، بس هذا ما بيمنع انه نيجي نشارك مع الالتزام بإجراءات السلام العامة. انعكاسات فيروس كورونا طالت أيضا الحركة التجارية في بيت لحم، فهذا العيد تحديدا كان يشكل رافعة لاقتصاد المدينة. أما الآن فإن القطاع السياحي سجل خسائر كبيرة وربما يحتاج إنعاشه سنوات طويلة. في أجواء استثنائية أحيت بيت لحم عيد الميلاد هذا العام، أمنيات كثيرة حملتها المدينة للعالم، وصلوات للتخلص من فيروس كورونا وآثاره. أحمد زردات، العربي، بيت لحم.